الحمل عنده سنة. هلأ الحمل نعم. يعني استثنائيا الحمل في عنده كوكب المريخ باقي ببرجه 6 شهور بالسنة من تموز لآخر السنة، معناتها عم بلش فيه بالآخر مولود شهر الحمل بس سنة 2020، بس بده ينتبه لأنه عنده طاقة هائلة. يعني مولود شهر الحمل بسنة 2020 بده يكون شخص ناجح، عنده طاقة كتير كبيرة، عنده أنرجي كتير كبيرة، منافس ولا أسرع من هيك ولا أقوى من هيك، لكن معقول يكون شوي متهور وشوي متسرع، فبده ينتبه حسب شغله وحسب عمله. أولادهم بدهم بكون تنتبهوا على أولادكم الحمل لأنه معقول يكون شوي طايشين. لكن بسنة 2020 هي سنة حلوة، سنة بتوصلوا إلى القمة، مولود برج الحمل من الأبراج اللي بتوصل. وعم بركز شوي أكثر على الأشياء الإيجابية لأنه ما كتير عندي وقت، ولأنه حلو الناس تسمع أشياء حلوة. حلوة بداية السنة. هلأ كل الأخبار بتلاقوها بال... على اليوتيوب، على يوتيوب كارمن شماس، كل الأبراج صارت هونيكي كلها موسعة. فسنة حلوة، سنة بينجح فيها، سنة بيتوفق فيها، سنة فيها شهرة. ليه عم تضحك في شيء؟ لا أنا عم بضحك على جاني لأنه حسها كتير هيك محمسة وانترستد. في حدا حمل همك شكله ولا لا؟ لا أبداً. تعب تعب مولود الحمل، إذا بتعرفوا حدا مشان هيك عم سألت، بتعرفوا حدا بحب فيدباك. المخرج جوزيف صدقة. كان تعبان، كان في تعب عنده، كان في مسؤوليات كتير كبيرة، من 2008 عنده تعب. ورجعت كثرة المتاعب 2019. سنة 2020 عند مواليد برج الحمل رح بتكون أريح وأروق ومع فرصة حلوة كتير للنجاح وللتفوق. تمام. الثور، هلأ الثور بدي أقسمهم، في عنا مواليد برج الثور رح تقلب حياتهم فوقاني تحتاني. فوقاني تحتاني يلي هني مواليد نيسان أبريل. أوكي، يلي خلقانين بشهر أبريل. إجابة تحتاني إجابة أو سلبا؟ فيها تكون شو ما كان، ما في رول، فيها تكون سلبية وفيها تكون إيجابية. يعني بس حفظا لمصداقيتي ما رح أقول إنه كلها إيجابية، فيها تقلبات. يعني في احتمال إنه شخص، تعطيكم مثال كتير بسيط، شخص مثلا مبسوط وعم يدرس وعم يدرس بالجامعة ماشي حاله، فجأة بلاقي حاله إنه يا أما ما طايق الجو، يا أما لسبب أو لآخر اضطر يغير كليا مطرح ما هو موجود، لسبب أو لآخر يمكن انتقل إلى ميجر أفضل، أو لسبب أو آخر ظروف قاهرة طر، يعني في تغيير فجائي بدل بيدق بابه لمولود برج الثور. فيها تكون مهنية، فيها تكون صحية، فيها تكون عائلية، فيها يكون شو ما كان، في لقي حاله بلا شغل فجأة، وفي يكون كمان تغيير للأفضل، يمكن يهاجر فجأة، ما بده يهاجر. مولود برج الثور ليش بينصدم؟ لأنه مولود برج الثور ما بيحب هالتغيير، هاي الفجأة بالنسبة له مش موجودة بحياته، ممنوع يكون في، ما في شيء بالفوكابولير فجأة أنا غيرت وأنا عملت. فهيدي سنة تغيير كتير كبير. مواليد اللي خلقانين بأيار مايو في عندهم إشي حلوة كتير ومش شوي، كتير كتير ومش شوي. سنة بتتغير فيها الأمور للأفضل. وبرضو مولود نيسان أبريل رح يطلع له مفاجأة، نحن خلص ديسمبر بجانيوري بيطلع له مفاجأة حلوة. هلأ كمان عم بيقولنا أنه زميلنا مارسال غاني وعم يحضر، هو حمل؟ حمل، برج الحمل، مبسوط منك كثير. هاي مارسال، بقول له مارسال منوجه له تحية. تحية كتير كبيرة لك مارسال، يعطيك ألف عافية وما تخاف، هيدي سنة رائعة. يعني مش من نجومية، من 5 نجوم لست نجوم. خلاص تمام إذا هيك. سرطان؟ لا، جوزاء. الجوزاء قبل، أنا صاري مش حافظ بالضبط. ننتقل للجوزاء. الجوزاء شو بدي أقول لك عن الجوزاء؟ الجوزاء، وهلا بدي وجه تحية لنادين، نادين سرور كانت معي مواليد برج الجوزاء، بوجه لك تحية. الجوزاء تقلك شو صار في عندي الجوزاء، تحطكم بالصورة، يعني مش بس لحتى تكونوا أنتم كمان بالصورة هيك، بكرة بتصيروا كمان تبرجوا للبقية كمان. مر عليهم سنتين ثلاثة كانوا كتير صعبين الجوزاء، انطلقوا، اختلفوا مع ناس، خسروا شغل، بلشوا من الصفر، انصدموا بعلاقات اختفت كليا. بسنة 2020 وهيدا عم بحكي من 3 سنين، يمكن ارتاحوا شوي بال 19، وصلوا منهكين على الشط تنقول ب 2019. 2020 معقول في مجال انه تتزبط عندهم معاملة عم بيحلموا فيها،
وهالمعاملة كتير مهمة. معاملة يعني عم نحكي شغل ولا عم نحكي عاطفيا؟ عم بحكي عن شيء كتير مهم. تنقول مثلا قضية دعوة صار لهم زمان عم يشتغلوا عليها، يمكن دعوة أي شيء يكون مصرفية مالية شو ما كان تنحل. أصلا هي سنة حلوة، سنة مريحة، بتريحهم وبتردهم فعلا مش بس على شط الأمان، بتوقفهم على إجريهم وبيرجعوا بيكملوا، لأنه السنة التي تلي يعني 2021 رح بتكون سنة العودة، يعني كومباك للجوزاء. فهذه السنة حلوة كتير للجوزاء.